ثم قال له: وبكاء الوالدين من العقوق. إنك تصرف تصرف أمك تعيط بسبب تصرفك ده، أذتها، رفعت الصوت عليها، أذت حد من عيالها، عملت موقف مؤذي فبكت من ذلك، فهذا من العقوق. عملت موقف يبكي أباك، هذا من العقوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم قال في الرابعة: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. مين منا بينفذ كده؟ ويحك إلزم رجليها فإن الجنة ثم. مين فينا في الجامع مرة من المرات كده ما قالش لأمه أوف، أو بصلها بصة شديدة كده بعينيه، أو قالها اسكت أنتي، أو قالها مالكيش دعوة؟ كل ده عقوق. والآخر يقول: أنا رزق ضيق. من إيه؟ من العقوق. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد ومن أحب أن يمد له في عمره ويبسط له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. يقول: أنا مش عارف، مفيش بركة. ما فيش بركة لأن مفيش بر. العقوق هو على طول الخط، الأم والأب دول مرتبة متأخرة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تخدعنكم الدنيا ولا يخدعنكم الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، إن شاء الله في خطبة مختصرة نركز على أمر نحن جميعا في حاجة إليه. ما من أحد في المسجد إلا وهو محتاج إليه، وهذا الأمر ليس فضلة وليس في درجة متأخرة، بل هو حق واجب على كل من في المسجد، بل وعلى كل مسلم. جاء شاب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاب كان طائعا يخاف من الذنوب، وقع في بعض الذنوب ظنها من الكبائر، فذهب يستفتي ابن عمر رضي الله عنهما، فسأله ابن عمر عن هذه الذنوب التي يخاف منها، فعدد عليه الشاب ذنوبه: فعلت كذا وكذا وكذا. فرأى ابن عمر شابا يخاف الذنوب
ويجعل الصغائر كبائر. قال له هذه ليست من الكبائر، هذه صغائر. ثم علمه ابن عمر بعض الكبائر. قال الكبائر الإشراك بالله، نعوذ بالله من الشرك بالله، وقتل النفس عياذا بالله من ذلك، الإنسان يقتل إنسان، والفرار من الزحف عندما يقوم الجهاد في سبيل الله فيفر المسلم من الجهاد، هذا من الكبائر. وقذف المحصنة، أن يسب واحدة في عرضها من العفائف، هذا من الكبائر. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وعدد عليه أشياء من الكبائر. قال له والذي يستسخر، يعني صاحب السخرية الذي يسخر من الناس، هذه من كبائر الذنوب. ثم قال له وبكاء الوالدين من العقوق، إنك تصرف تصرف أمك تعيط بسبب تصرفك ده، أزتها، رفعت الصوت عليها، أزت حد من عيالها، عملت موقف مؤذي فبكت من ذلك، فهذا من العقوق. عملت موقف يبكي أباك، هذا من العقوق. وهذا الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم باختصار شديد، بر الوالدين وبالذات الأم. شوف ابن عمر بيقول له إيه، وبكاء الوالدين من العقوق. ثم قال له ابن عمر أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال نعم. قال له أحي والداك؟ أبوك وأمك موجودين؟ قال عندي أمي، أبويا مات بس أمي موجودة. فقال له ابن عمر والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. تكون لطيف مع أمك وتحسن إليها تدخل الجنة. خلينا نقول يا جماعة، كثير منا يعامل أصدقاءه أحسن مما يعامل أباه وأمه. انظر إلى مجالسك وأصدقائك، من هم أصدقائك؟ غالبا الأبعدون، نادر لو لقيت صديقك أخوك، نادر لو لقيت صديقك أبوك، نادر لو لقيت صديقك ابن عمك. طبيعي جدا إن المشاكل الأيام دي بين الأب والابن والأخ وابن العم. انظر إلى من يجلس معك، الأبعدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم قال في الرابعة إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. مين منا بينفذ كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول يا رسول الله من أحق الناس، اسمع السؤال، من أحق الناس بحسن صحابتي، حسن عشرتي، حسن كلامي، معروفي، مساعدتي، خدمتي، من أحق الناس بهذه التصرفات؟ قال أمك. ممتاز، دي المرتبة الأولى. ثم من يا رسول الله في المرتبة الثانية؟ أمك. ثم من يا رسول؟ أمك. ثم من؟ ثم أبوك. ويأتيه رجل فيقول يا رسول الله من أبر؟ البر بتاعي أخليه لمين؟ البر يا جماعة مجموعة من التصرفات قولية وفعلية، باللسان يكون بر أحسن كلام، وبالفعل يكون بر أحسن فعل، والخدمة بالبدن والمال والنفس. البر كلمة كبيرة واسعة، كل معروف وكل خير. فيقول له من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. الثلاث مراتب الأولى دول أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. يأتيه رجل صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جئت أجاهد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن له أما، فيأمره بأن يرجع وأن يبرها وأن لا يخرج معه في الجهاد. فيكرر الرجل ويلح ثلاث مرات، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وفي الرابعة يقول له ويحك إلزم رجليها فإن الجنة ثم. إلزم رجليها، بعض الناس يقول يعني إلزم رجليها،
ممكن تلاقي مثلا واحد مثلا زعلان من يعاله مره فيعاتبهم يقول لهم يا اولاد انا مكسر معاكم ده انا تحت رجليكم ليل ونهار. يقصد دايما انا تحت رجليكم ليل ونهار يعني في خدمتكم ما بكسرش معاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الزم امك واحسن خدمتها واحسن طاعتها فانك لن تستطيع دخول الجنه الا اذا رضيت عنك امك. الزم رجليها فان الجنه ثم ثم يعني هناك الجنه في خدمه امك. والله عز وجل يقول في كتابه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مين فينا في الجامع مرة من المرات كده ما قالش الأم أوف أو بصلها بصة شديدة كده بعنيه أو قال لها اسكت أنت أو قال لها مالكيش دعوة كل ده عقوق. والآخر يقول أنا رزق ضيق من إيه؟ من العقوق. قال صلى الله عليه وسلم من أراد ومن أحب أن يمد له في عمره ويبسط له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. يقول انا مش عارف ما فيش بركه. ما فيش بركه لان ما فيش بر. العقوق هو على طول الخط. الام والاب دول مرتبه متاخره. وانتم تعلمون قصه الرجل الذي كان مشغولا في الصلاه يصلي لله وجاءت امه تنادي عليه يا جريج انا امك كلمني. وكان رجلا عابدا يحب الله ويخاف النار وبنى لنفسه صومعة في الصحراء بعيدا عن الناس يصلي فيها ليل نهار. جاءت أمه وقالت يا جريج أنا أمك كلمني. لم تكن تعلم أنه يصلي. فلما سمع صوت أمه وهو في الصلاة احتار. قال ربي أمي وصلاتي أستمر في صلاتي ولا أقطع الصلاة وأرد على أمي؟ ما هوش عارف، هو عابد لكن مش عالم. العالم يقطع الصلاة ويرد على أمه. يبقى انت بتصلي وامك نادت عليك صلاه سنه صلاه تطوع تقطع وترد عليها، ابوك نادى عليك تقطع وترد عليه، قاعد تقرا قران تقطع وترد عليه، مش قاعد يلعب بلعبه كمبيوتر على لعبه الكترونيه على التليفون ولا وامه تنادي عليه وصوتها يتبح، ممكن تتصل عليه وهو بره ما يردش وممكن يعمل التليفون صامت. ايه يا ابني انت بتبهدل ابوك وامك البهدله دي ليه؟ هم عملوا فيك ايه؟ جريج امه بتنادي عليه يا جريج انا امك كلمني. فقال ربي امي وصلاتي امي وصلاتي. راحت ورجعت تاني يا رب امي وصلاتي انا محتار مش عارف اعمل ايه. فاستمر في صلاته فدعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. دارت الايام ووجد اهل القريه امراه معها ولد من غير زوج. ابن مين؟ قالت ابن الرجل اللي في الصومعة ده. فجاء الناس بالفؤوس وهدموا صومعته فنزل وخرج ماذا بكم؟ قالوا تعالى عشان تشوف. فأول ما شاف المومس أكرمكم الله وشاف الولد الصغير ابتسم تذكر دعوة أمه ثم مسح رأس الصبي وقال يا صبي من أبوك؟ قال أبي الراعي راعي الغنم فلان. فندم الناس واعتذروا لجريج نبني لك صومعتك كذا. قال لا ردوها طينا كما كانت. الشاهد من قصة جريج ان انت لو مشغول بالصلاة وامك ندت عليك تقطع الصلاة وتخرج. والله عز وجل يقول ان اشكر لي ولوالديك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ارتكب كبيرة من الكبائر وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك حية؟ أمك لسه عايشة؟ قال لا. قال فلك خالة؟ خالتك لسه عايشة؟ قال نعم. قال فبرها إذن. والعلماء يقولون الأم عدت ما لحقهاش أو ماتت ولسه خالته عايشة. الخالة بمنزلة الأم، فمن بر خالته فكأنه يبر أمه. يعني اللي خالته لسه عايشة وأمه ماتت الفرصة لسه قائمة معاك، كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد، عباد الله، يذكر بعضنا بعضا، تعرفون قصه الثلاثه الذين دخلوا غار وسقطت عليهم صخره؟ كان احدهم بارا بوالديه، فدعا الله فتحركت الصخره. فبر الوالدين يفرج كرباتك، من أسباب تفريج الكربات بر الوالدين، من أسباب طول العمر بر الوالدين، من أسباب سعة الرزق بر الوالدين. تريد أن تكون مجاب الدعاء؟ بر والديك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن أحد التابعين لم يره ولم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل اليمن، لكنه أخبر الصحابة عنه. عمر بن الخطاب كانت أتيه الأمداد من اليمن، الأمداد يعني الناس اللي جايين متطوعين في القتال، رايحين يجاهدوا في سبيل الله، يروحوا المدينة ويتوزعوا من هناك. فكانت تأتي الأمداد من اليمن فيسأل عمر: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ يسأل حتى سأل مرة في مجموعة قادمة: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم. فناداه عمر قال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: أنت من مراد ثم من قرن؟ قبيلة مراد فيها عوائل كبيرة، من عوائل مراد قبيلة اسمها، عيلة اسمها قرن. قال: أنت مرادي ثم قرني؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فشفاك الله منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنك، في معنى كلام عمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: يأتيكم أويس كان به بياض، يعني برص، دعا الله فشفاه منه، فكان مجاب الدعاء بسبب بره لأمه، إلا موضع درهم. فإذا استطعت أن يستغفر لك فافعل، يعني اسأله أن يقول لك اللهم اغفر. قال له عمر: استغفر لي. قال: يا أمير المؤمنين، أنت حق من ذلك. قال: استغفر لي، يعني قل اللهم اغفر لعمر. هذا رجل من التابعين مجاب الدعاء بسبب بره لأمه، بره بأمه منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، البارون لم ينتهوا بعد، والأبرار كثيرون، والكلام عن البر يطول، لكني أختم بقصة واقعية حقيقية حدثت في هذه الأيام، يحكيها قاضي المحكمة في جزيرة العرب. هذا القاضي ما زال حيا ويحكي القصة بنفسه. يقول: دخل علي رجل في نحو 60 من عمره، دخل مستحييا، سلم فقال له القاضي: ما حاجتك؟ عاوز ايه؟ قصة معاصرة ما زال صاحبها حيا. فقدم له ورقة شكوى في أخيه، يقول أخوه أكبر منه بخمسة وستين سنة، أكبر منه بخمس سنين، فعمره 65 سنة، يبقى الصغير اللي عنده 60 بيشكي اللي عنده 65. القاضي بيقول: مش غريبة إن إحنا نلاقي حد يشكي أخوه؟ ما هو أصبح زمن عقوق وزمن تقصير. تبين موضوع الشكوى، قال له: والله أخويا الكبير ده أنا بستحي منه زي ما بستحي منك. طب أنت بتستحي منه وتشكي ليه؟ قال له: أنا كنت موظف في منطقة بعيدة، في منطقة تبوك، والعيلة بتاعتي عايشة في منطقة القصيم، وأنا كنت عسكري في منطقة تبوك، طلعت على المعاش. 30 سنة بتوع الشغل كنت كل شهر أبعت النفقة بتاعت أخويا وأمي، فأنا بصرف على أخويا الكبير ده وبصرف على أمي، وأمي قاعدة مع أخويا الكبير. أنا نزلت عشان طلعت معاش وأصبحت قاعد، أنا عندي بيت مستقل وأخويا في بيت تاني. فقلت له: يا أخويا، أمي قعدت معاك 30 سنة، أنا عاوز أمي بقى تقعد معايا الباقي من عمري وعمرها، أتلذذ ببرها كما تلذذت أنت ببرها 30 سنة. فأخويا رفض، قال له: شوف تقلع قلبي وترميه لكن ما تاخدش منه أمي. قال له: طب الحل؟ قال له: أنت عملت اللي عليك، 30 سنة بتصرف عليا أنا وأمك، أنت عملت اللي عليك. قال له: لا، من عاوزها برضو تكون جنبي، عاوز أكون قريب منها، أريد أن تكون قريبة مني. فقال له أخوه: والله لن أعطيها لك إلا بحكم قاضي شرعي.
ما يمشيش علي إلا شرع الله. إذا شرع الله قال له ادهالك ادهالك. فأني جاي أقدم شكوى لك بهذا السبب، لأنه قال لي مش هدهالك إلا بقاضي شرعي. طب قال له إيه رأيك نبعتك لجنة الصلح تصلح بينكم؟ قال له لا، أنت اللي تقضي بيننا. قال حددت له موعدا، فجاء بأمه وأخيه. قال فدخلوا علي الثلاثة، دخلوا المكتب. قال والله ما رأيت برا مثل هذا، مش مستحملين ان امهم تمشي على الارض، واحد على يمينها واحد على شمالها، يعني لو طايلين يشيلوها في جروسهم هيشيلوها. القاضي بيقول قعدته واحد يمين وواحد شمال، اللي عنده 60 سنة واللي عنده 65 سنة. القاضي قال لها ايه رأيك تقعدي عند مين؟ فبصت للصغير وقالت له دي عيني دي، والتاني ده عيني دي. طب قالت تقعد عند مين؟ قالت انا قلت لك اللي عندي. فقعد يحاول مع الصغير عشان يسيبه الكبير، قال له لا معلش احكم بينا بشرع الله. هي قعدت عند اخويا 30 سنة، انا عاوز امي عندي. القاضي قال فحكمت بها للصغير. قال واول ما نطقت بالحكم بكى الكبير بكاء كأني حكمت على أعلى ولده بالإعدام، يصرخ كما يصرخ الصغير، مش عاوز أمه تسيبه. قال وقام الصغير وقبل رأسه وقبل يديه وقبل ركبتيه، وبعدين جابه من يديه وجه عند المكتب وقال للقاضي خد عليه عهد إنه ما يقصرش في حقها، خد عليه عهد إنه يبرها زي ما كنت ببرها. أيها الناس، البر باب الجنة الأوسع، كما قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد سواء كان أب أو أم أوسط أبواب الجنة، فلا تضيع هذا الباب. ومن فرط فأمامه فرصة، ومن ماتت أمه فليبر خالته وليبر أمه بعد موتها بالدعاء والإحسان والصدقة. نسأل الله جميعا أن يرزقنا بر آبائنا وأماتنا أمواتا وأحياء، ونسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا، نسأل الله أن يرزقنا بر آبائنا وبر أبنائنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا واشف أمراضنا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا. اللهم الطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أرزاقنا، اللهم يسر أرزاقنا، اللهم يسر أرزاقنا واجعلها حلالا وبارك لنا فيها. اللهم لا تضيق علينا بذنوبنا، واغفر لنا وتولى أمرنا واقض حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا سوء ما خير ما عندك بسوء ما عندنا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سماش حاضر، لم أخص أعمل حاجة، لم أخص.